كشف تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على إيران على اليمن، كشف أن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية وأن أفراد تنظيم داعش في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال. التقرير الذي أعد لمجلس الأمن الدولي أورد أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني. من الرياض معي محمد العمراني المسؤول الإعلامي لوفد الحكومة في مشاورات الكويت. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. كيف يمكن أن ينعكس هذا التقرير على الحراك السياسي وعلى المشاورات المقامة في الكويت؟ في الحقيقة يعني احنا أعتقد أنه بالنسبة لنا لم يكن مفاجئا أن يكون هذا التقرير بهذه الصورة، لأنه الرعب الحاصل داخل البلد هو أكثر بكثير مما تنقله التقارير الدولية. الجريمة الأولى التي قام بها الانقلابيون هي الانقلاب، وهي التي ولدت سلسلة لا متناهية من الجرائم، جريمة إسقاط الدولة والحرب المفتوحة على الشعب اليمني. هي أيضا هذه المجموعة هي ولدت من رحم الحرب ونشأت على فلسفة القتل، لم تعد تحسن سوى القتل، حتى أنه لم يعد لديها من وظيفة في هذه الحياة سوى القتل. هذا هي قائمة في اقتصادها على اقتصاد الحرب، وقائمة في سياستها على فلسفة الحرب. ولهذا يعني التقرير لم يكن غريبا. نحن نعلم مثلا في العام الماضي في يوليو الماضي هناك اثنين من الصحفيين قتلوا بهذه الطريقة، قدموا في منطقة ذمار، الصحفي عبد الله قابل والصحفي العيزري، وكانت حادثة شهد اليمنيون يعني كانت مروعة وتحدث عنها الصحافة اليمنية. إذا هي ليست جديدة بالنسبة للميليشيات الحوثية، يعني أعتقد أن هذه هي الطريقة الإيرانية في التعامل مع الحروب، الدفع دائما بمجموعة كبيرة من المدنيين في المقابل، لأنهم لا يقيمون وزنا للمدنيين ولا يقيمون وزنا للحياة الإنسانية. هذه أعتقد أنها لن تؤثر بشكل أساسي وجوهري على موضوع المشاورات. التطور الميداني، الحراك الميداني على الأرض والتقدم الذي تحرزه قوات شرعية بالدعم من قوات التحالف، كيف تؤثر بدورها على مشاورات الكويت؟ نتحدث اليوم عن بعد كيلومترات فقط للقوات الشرعية للوصول إلى مطار صنعاء. العاصمة أصبحت قابلة للسقوط اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبالرغم من هذا قوات شرعية يعني لا تريد أن يحدث هناك المزيد من الضحايا المدنيين، فهي تتريث قليلا كما يتحدث كثير. كل هذا الحراك كيف يؤثر بدوره على المشاورات؟ نعم، مثلما ذكرتم بأنه القيمة للحياة المدنية لدى جيش التحالف ولدى الجيش الوطني في الجمهورية اليمنية هي قيمة أساسية. حياة الناس ليست مجالا للمخاطرة، حتى إن حصلت بعض الأخطاء سواء من قبل التحالف أو من قبل الجيش اليمني، لكن هناك حرص كثير على عدم دخول العاصمة إلا بعد أن تكون هي الوسيلة النهائية. ولذلك نحن في المشاورات نحاول أن نتلاشى أو أن نتحاشى الدخول في حرب داخل العاصمة، لأننا نعلم حجم الضحايا التي يمكن أن تكون. التقرير المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التحقيق أمس أوضح الأمور بشكل واضح، وكان واضح أنه قوات التحالف لديها حرص حقيقي وواضح على حياة المدنيين. ونحن في الحقيقة أعتقد أنه الإشكالية في هؤلاء المجموعة هي أنهم أشعلوا فتيل الحرب وأشعلوا الحريقة، ثم بعد ذلك ذهبوا يتحدثون عن أخطاء المسعفين. هذه هي الإشكالية. يعني دخلت قوات التحالف إلى اليمن كحالة إسعافية ومن أجل إنقاذ الشعب اليمني، وهي قامت بهذا العمل على وجه جهد في الحقيقة، وهؤلاء يتصيدون
فقط بعض الأخطاء هنا وهناك، لكن الحقيقة المطلقة والأساسية أن هذه القوات دخلت بطلب من الرئيس الشرعي لأنه تعرض للمصادرة، والشعب اليمني تعرض لمصادرة حقه الانتخابي، ولذلك هذه الأحداث كلها، كل قطرة دم سالت داخل اليمن بأي طريقة من الطرق كانت هي سبب أسباب هذه الحرب التي أشعلوا فتيلاهم ويتحملون مسؤوليتها بشكل كامل. أنا أشكرك جزيلا من الرياض محمد العمراني، المسؤول الإعلامي لوفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت.